اهلا بيكم. سمعت قبل كده عن مثل عيش الطيار؟ طب تعرف ايه هي العلامات والاعراض اللي بتدل عليه اللي من خلالها تشخص الانسان اللي قدامك ان هو مصاب بمثل عيش الطيار ولا لا؟ ايه العلامات اللي بتتواجد عند النساء والعلامات اللي بتتواجد ايضا عند الرجال؟ قبل ما نبدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. وخلونا مع بعض نبدا. اول حاجه عايزك تعرف ان الجن الطيار من اعتى انواع الجن، هذا ما ذكره غالب المفسرين. استدلوا بقوله تعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إذا يا أخي الكريم، الجن الطيار يستطيع أنه يطير ويقطع مسافات كبيرة جدا بجناحيه. حتى إن الإمام السيوطي يقول إن سئل الضحاك ذات مرة: هل للشياطين أجنحة؟ قال: وكيف يصعدون إلى السماء بدون أجنحة؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا ما رواه الشيخان، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، إن الكاهن يلقي الكلمة وتكون حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول: هذا جن يسمع كلمة الحق ثم يلقيها في أذنيه ويكذب عليها 1000 كذبة. وده العراف أو الكاهن اللي بنشوفهم بينجموا على أوائل السنة، وده بيحصل كتير. خلونا نكمل مع بعض في موضوع الجن الطيار، لان ده مش موضوعنا. الجن الطيار من اخطر انواع الجن، بيسترق السمع من السماء. وهذا الجن سبحان الله ليه علامات وليه دلائل بتتواجد في الانسان اللي بيكون مصاب بمس عيش طيار. من ضمن العلامات ديت، خلونا نبدا بالاحلام. ايه رايكم ان الانسان يشوف في حلمه ان هو بيطير من مكان لمكان اخر؟ الطيران ليس من صفات البشر. هل سمعت قبل ذلك على مر التاريخ ان في انسان استطاع ان هو يطير بجناحيه، او ان في انسان ليه جناحين اساسا؟ لا، ما معناش كده نهائيا. الطيران دايما من صفات الجن ومن صفات الملائكة. ولذلك يا أخي الكريم، بعض الأشخاص بيشوف في منامه أنه بيطير في السماء ويستطيع الطيران من مكان لمكان آخر بسهولة ويسر، ودايما يشوف نفسه أنه بيقف على أماكن عالية أو أماكن شاهقة، واقف كده في مكان عالي. والبعض الآخر يقول لك: إن أنا بشوف نفسي إن أنا بطير، وفجأة أبص ألاقي نفسي واقف على مكان مهجور، أو إن أنا بقفز من مكان لمكان آخر، أو إن أنا طاير وفي حد بيحاول إن هو يجري ورايا أو بيحاول إن هو يأذيني. والبعض الآخر يقول لك: إن أنا بشوف نفسي إن أنا بقفز من مكان، والمكان ده بيتعدى خطوات طويلة جدا، وبيتكون حركتي زي القفز أو الطيران أو الوقوف على سلوك الكهرباء. في بعض الأشخاص بيقول لك الأشياء ديت، تستمع ليه وأنت مستعجل، طب إزاي؟ وتيجي تدور على معنى الطيران في المنام بتلاقي ليه معاني كتيرة جدا عند بعض المفسرين وبعض العلماء. لكن ان الطيران اساسا لو اي انسان شاف في منامه ان هو بيطير وبيتكرر عليه القفز من مكان لمكان اخر، او ان هو بيكون طاير في السماء واقف في مكان مهجور، يعرف ان دي علامة من علامات مس العشق الطيار او الجن الطيار. ولذلك يا اخي الكريم، الجن لما بيكون موجود في الجسد لازم انك انت تتعاون معاه او تتعامل معاه بعقلية، لان ربما ان يكون الشيطان اللي موجود في الجسد ده مسلم، فلو انت ذكرته بالله عز وجل وذكرته بالوعيد وذكرته ان في ثواب وعقاب وذكرته انه في حالة غفلة، ربما انه يستجيب لك. وفي البعض الاخر بيكون جاحد، بيكون بص في كل انواع الفجور اللي في الدنيا كلها، فمهما تتكلم معه ما يسمعش منك ولا كلمه، تنصحه ما ياخدش بالنصيحه. والبعض الاخر بيكون جبان، بيكون مجبور على امره، فتبص تلاقيه طول الجلسه وانت اثناء القراءه بتقرا عليه بيبكي بيعيط: انا مظلوم، انا اخذت ووضعت هنا، انا ما ليش قوه، ما ليش نفع، انا غلبان، انا كذا انا كذا. والبعض الاخر بيتكلم زي ان الواحد يعني مثلا بيكون في مس كلي عن جن طيار او جاي عن طريق سحر بيكون بيخدم السحر، فتلاقيه بيتكلم معك وبيتناقش عادي ولا همه اي حاجة، تمام. وبعض الشياطين بيؤثر فيهم الرقى، والبعض الآخر بيؤثر فيه الأعشاب. ولذلك الإمام السيوطي يروي عن أبي الفرج الجوزي عليه رحمة الله في كتاب العرائس أن هناك طالب علم، في مرة من المرات طالب العلم ده كان مروح لبلده عادي، فرافقه في الطريق واحد، فظلوا الاثنين ماشيين مع بعض. ولما قرب للمدينة، الشخص اللي مرافقه ده قال له: عايزك تذبح ديك لونه أبيض في المكان الفلاني، ودي حاجة لي عليك وأنا طالبها منك وأنا من الجن. فرد عليه طالب العلم ده قال له: طب وأنا لي عندك حاجة وحنفذ اللي انت قلت عليه. قال له: ايه هي؟ قال له: ازاي ان الشيطان لما يتلبس بإنسان ويمتلكه ويتعب الإنسان يعي عن طريق الرقى، يعني يحاول ان هو يقرأ عليه مرة واثنين وثلاثة وما يخفش ولا يوصل معاه لأي نتيجة، الحل ايه؟ قال له: انك انت تربط إبهامه يعني او بمعنى صح تربط اصابعه او الابهام عنده، وبعد ما تربط الابهام حاول انك انت تجيب يعني دهن الشذاب او السذاب، وتحاول انك انت تنقط في مناخيره اليمين 4 وفي مناخيره الشمال 3، يموت العارض نهائيا
وطيب الشخص. هذا ما نقله الإمام السيوطي عن أبي الفرج الجوزي. ولذلك يا أخي الكريم، سئل ابن جبرين عليه رحمة الله، وده كان راجل علامة من السعودية، هذا الرجل سئل عن حكم تربيط أطراف الأصابع أثناء القراءة، قال لك إن الأمر ده جائز عشان تتحكم في الشيطان وما يتفلتش، لأن الجن الطيار أحيانا ممكن إنه يتفلت، وأحيانا إذا كان هو بقى مربوط بعين أو بسحر بتبص تلاقيه قاعد في الجسم وحاطط رجل على رجل. لذلك لما تيجي تتعامل مع الشيطان اللي موجود في الجسد لازم تركز على نقاط محددة. هل الشيطان اللي قدامك ده عاقل؟ مسلم؟ كافر؟ مجوسي؟ نصراني؟ مذهبه ايه؟ فكره ايه؟ ايه الاشياء اللي بتأثر فيه؟ ربما ان بيكون بيأثر فيه الكلمة الطيبة، لان بعض الرقاة دايما ما تحاولش انك انت تتحدى الشيطان، والشيطان دايما بيخلي الانسان يخش في نمط شركي، يقول له انت مش هتقدر عليا، انت ما تقدرش تعمل حاجة، انت مش عارف ايه. واذكر في مرة من المرات كنت بكلم احد الاشخاص فيقول الشيطان انت مش هتقدر عليا، انت مش هتعرف تعمل حاجة، انا اقوى منك، انا اسد، انا ما حدش يقدر عليا، انت مش عارف انا مين. قلت له يقدر عليك ربنا سبحانه وتعالى. فدايما لما يجي يقول لك الجملة دي هو بيدخلك في شرك، عايزك تشرك، تقول له يعني بعض الناس تاخدها الحمية، انا مش هقدر عليك، طب هتشوف انا هعمل ايه، وانت هتعمل ايه، انت بيدك حول ولا قوة، انت لا تقدر لا تهش ولا تنش، ده عالم غيبي، ده ممكن ان هو يسلط عليك او على احد اهلك، احد من اتباعه فيهلكه. لذلك الجن الطيار قلنا ان من علاماته اللي انا ذكرتها في المنام، وايضا الاعراض اللي بتدل عليه. خلينا نقول الاعراض. اول حاجة شروط ذهني، تجد ان الانسان اللي مصاب بجن الطيار عنده شروط ذهني دايما، تبص تلاقي عنده الم في الاكتاف، او عنده مثلا كتفه الشمال تحس كأن كتلة او شكارة او شوال موضوع على الكتف ده، دايما تبص ان تلاقي في الم بين الاكتاف في منطقة الكاهل، تحس دايما ان دراعته دايما بتوجعه، دايما تحس انه عايز ينام فترات طويلة جدا، الخوف، القلق، التوتر، عدم الرضا عن اي حاجة، الميل دايما للاكتئاب والحزن، تبص تلاقي الانسان دايما 24 ساعة مكتئب. طب انت عندك كل وسائل السعادة، عندك كل الوسائل اللي من خلالها تكون انسان سعيد ومبتسم وفرحان، يقول لك لا انا حزين، ما مش مبسوط، ما انا سعيد، انا متضايق، انا مخنوق، انا مش مرتاح نفسيا يا اخي. من ضمن ايضا الاعراض اللي بتدل على ذلك تساقط الشعر، الام اسفل الظهر، كدمات زرقاء بتطلع في الرجلين، ضيق في الصدر، خنقه دايما وغصه في المنطقه هنا في منطقه الحلق. ولذلك يا اخي الكريم من ضمن الاعراض اللي بتكون بين الزوج والزوج ان تلاقي دايما الزوجه في حاله نفور من الزوج، مش متقبله منه اي كلمه، مش طايقاه، مش طايقه ان هي تشوفه. طب ازاي وده انسان جميل، فتاه ايضا مخطوبه مش طايقه خطيبها، مش قابله ان هي تنظر فيه، طب ازاي برضو ده انسان فيه مواصفات جميلة جدا تتمناها اي انسانة، لا انا مش مرتاحة، تمام؟ فيخلي دايما الانسان في عدم حالة الارتياح، وتبص تلاقي الانسان دايما عنده ميل للعزلة، او ان هو يحب يروح المقابر، او ان هو يحب يطلع في الاماكن المرتفعة او الاماكن العالية. في اعراض كتير وعلامات كتير جدا بتدل على وجود مس العيش الطيار، لكن انا عايز اختصر لك، مش عايز ان انا اطول عليك عشان تكون ايه يعني تاخد الزبد بمعنى اصح. الانسان اثناء الرقيه لو انت بتقرا على مراتك، حاول انك انت تيجي بكف ايدك هنا وتضغط على منطقه الكاهل، تضغط على اسفل الكتفين بقوه وانت بتقرا على زوجتك، تمام؟ او لو انت بتقرا على اخوك حاول انك انت ايضا تضغط بين الاكتاف بقوه، حاول انك انت تضغط اسفل الكتف، حاول انك انت ايضا تمسك الصبع الابهام وتمسك السبابه، تمام؟ وتمسك كل الصوابع كده، تمسك اطراف الاصابع ديت بايدك كده، تتك عليهم هم يعني كل الاطراف مع الصبع الابهام تضمها كده وتتك عليهم كده بقوه، تمام؟ كل اثناء القراءه لو انت بتقرا على اخوك او بتقرا على زوجتك، لكن لو راقي يفضل انك انت يعني ما تلمس الحاله اللي قدامك. الأمر الأخير اللي أنا عايز أركز عليه، أنا حقرأ آيات قرآنية، من خلال الآيات دي هتستطيع تتعرف من خلالها إذا كنت أنت مصاب بمس عشق طيار ولا لا. فممكن توقف الفيديو لمدة ثواني وتروح تتوضى وترجع، في مجال توقف الفيديو وتتوضى؟ ها توضيت؟ طيب عايزك تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتغمض عينيك كده معايا لمدة 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق دولت هسألك سؤال. ها جاهز؟ نبدأ القراءة، نتوكل على الله، خلونا نبدأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب
إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يسحب أي عرض في هذا الجسد من مس طيار أو جن طيار للذراع اليسار، ينتقل للذراع اليسار، يسحب من الأكتاف لليد اليسار، يسحب من الجبهة لليد اليسار، يسحب من العين لليد اليسار، ينتقل لليد اليسار بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ها حسيت بإيه؟ في حاجة حصلت غريبة معك؟ حسيت بتقل في دراعك الشمال؟ أو تقل في رجلك الشمال؟ حسيت بصداع؟ حسيت بسخونية في جسمك؟ لو حسيت بأي عرض من الأعراض دي ضيفها في كومنت أسفل الفيديو ويا ريت يا إخوان لو في أي واحد جرب طريقة لعلاج مس العشق الطيار أو لعلاج خادم السحر الطيار والطريقة دي جابت معاه نتيجة فتمام يحاول يذكرها في كومنت أسفل الفيديو والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع أن يفع أخيه المسلم فليفعل فلو أنت عندك أي شيء تفيد بيه المتابعين حاول أنك أنت تضيفه وإن شاء الرحمن أنا حدوس له لايك وأحاول أن أنا أتابع معك أيضا بص يا أخي الكريم عشان تعرف الإنسان اللي قدامك مصاب بعرض طيار ولا لا حاول أنك أنت تخليه يقرأ قوله تعالى والطيرة محشورة كل له أواب 100 مرة هو مغمض وشوف اللي هيحصل معه أو يقرأ قوله تعالى دحورا ولهم عذاب واصب 100 مرة هو مغمض وشوف اللي هيحصل معه تمام؟ لو حصل معي مثلا تنميل صداع رعشة صفير في الأذن دوخة زغللة حاول انك انت تخليه يستمع لرقية الجن الطيار من ضمن الأشياء اللي بتأثر في الجن الطيار المسك الأسود حاول انك انت تجيب مسك أسود شذاب أو سوذاب حرمل تمام؟ ورق سدر شبة ماء ورد واعملهم كلك مع بعض ميكس وحطهم في حلة مية وجيب حلة المية دي واقرأ عليها سورة البقرة مرة وآيات مس العش الطيار وآيات السحر وتيجي بعد كده تغطي الحلة دي وإيه تحطها على النار وبعد ذلك تنزلها من على النار تمام وفي بخار بيطلع منها بخر جسمك البس ثوب كده وما تلبسش حاجه تحت الثوب وقف عليها خلي البخار ده يلتصق بالجسد سواء كنت ذكر ام انثى وخلي البخار ده يلتصق بالجسد 3 ايام وشوف اللي هيحصل معك حافظ على قراءه سوره البقره حاول دايما انك انت تدهن جسدك خصوصا منطقه الاكتاف والاضلاع تمام بزيت زيتون ما قرا عليه واخلطه بحرمل وشذاب ورق سدر وادهن كده جسمك تمام بزيت زيتون بين الاكتاف تمام وحاول انك انت دايما تستنشق المسك وتحاول انك انت اثناء الاستماع للرقيه تربط اطرافك
بسلك او بحبل او بشيء، اربط اصابعك ال20 تمام، اصابع اليد ال10 واصابع القدم ال10، وبعد ذلك اثناء رؤيه مثل العش الطيار لما يحضر عليك العرض او شيء، خلي الشخص اللي قدامك مثلا يجيب شذاب مع حرمل مع ورق سدر مع مسك مع ماء ورد، والبخور ده تحطه على وشك وتستنشقه، هيقتل لك الجن الطيار ان شاء الرحمن. ده كل ما اعرفه او كل ما قرات عنه او كل ما بحثت عنه عن الجن الطيار. في طرق كتيرة جدا أكيد موجودة عندكم، ضيفوها في كومنت أسفل الفيديو عشان يعني تفيدوا كل متابعينا في قناة تفسير الأحلام بيها. ولو عندك أي طريقة أو وصفة في علاج الجن الطيار ما تبخلش بيها وضعها في كومنت أيضا. أسأل الله عز وجل لكم تمام العافية وتمام الشفاء. لو عجبك المقطع ده حاول أنك أنت تشاركه لأصحابك وأصدقائك عشان يستفيدوا منه، ولو عندك أي موضوع حابب أن أنا أقوله اقترحه عليا في كومنت أسفل الفيديو. ليكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد. ما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. ليكم أطيب تحياتي، دمتم فود في أمان الله.